مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في مباشر جديد. فبعد أن فرت أذنابها تجر أذيال الخيبة من القرقرات حاملة خيامها وما بقي من متاع ممول من دافعي الضرائب الجزائريين، لجأت أبواق شرذمة البوليزاريو إلى الكذب والبهتان وترويج المغالطات وتخيل سيناريوهات حرب خيالية وأسرى تحيل إلى أفلام الحرب والحركة التي تحفل بها سينما هوليود. البوليزاريو بعد أن أذعنت للأمر الواقع هربت من بعبر القرقرات صباح اليوم الجمعة، حينما تدخلت القوات المسلحة الملكية المغربية وأعادت الحركة والحياة إلى المعبر الحدودي. بعدما طوقت القوات المسلحة القرقرات بحزام أمني أعاد الأمن والأمان للمنطقة وأمن سلاسة تنقل الأشخاص والبضائع. كذب على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تطبيقات واتساب، هكذا بدأ إعلام الجبهة يتحدث كذبا وبهتانا عن أسر جنود مغاربة ووفاة آخرين، وتم تعميم ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مغرد. وأمام تآكل الجبهة من الداخل وفقدانها البوصلة وتدخل القوات المسلحة بدون إشهار قطعة سلاح، لم يكن أمام العصابة الانفصالية سوى الكذب واللجوء إلى ترويجه بغاية الضغط والتأثير وحماية ماء وجهها أمام راعيتها وكفيلتها الجزائر. اللجوء إلى لينتوكس أو المعلومة الخاطئة والكاذبة وترويجها ليس سوى استراتيجية يائسة للجبهة لتنفيس عن فشلها في استفزاز المغرب الكبير، المغرب الكبير فوق الجميع، فوق البوليزاريو وغيرها، والذي لن تحرك الحركات الانفصالية وغيرها فيه قيد أنملة عن مساره التنموي الذي اختاره منذ عقود، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية التي يطمح أن يحولها الملك محمد السادس نصره الله إلى قاطرة الاقتصاد الوطني وبوابة جديدة للمغرب في عمقه الإفريقي. مشاهدي قناة شوف تيفي، شكرا لكم وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.